كلنا عايزين أطفالنا يكونوا متميزين، عشان كده بنحاول دايماً أننا ننمي مهاراتهم ومواهبهم بشكل مستمر، بنوديهم يتعلموا رياضة معينة أو دروس للرسم أو الموسيقى أو جلسات تحفيظ القرآن. كل ده طبعاً حلو وجميل جداً، ولكن هل مرة حد مننا سأل نفسه هو اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ هل أنا كده بفيد ابني أو بنتي ولا بعمل عليهم حمل زيادة ممكن أن هو يضرهم مش يفيدهم، خصوصاً لو كان كل الحاجات دي بتحصل في وقت الدراسة؟ فبيكون الطفل دايما أعصابه مشدودة ومتوتر بسبب طبعا رغبته في التفوق في كل حاجة، سواء في الدراسة أو في الرياضة أو في موهبته الفنية. ولأنه في ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت وخصوصا مع بداية الترم الثاني بقوا يتكلموا بشكل كبير جدا عن القصة دي، قررنا أن احنا نحاول يعني نجاوب عن بعض الأسئلة اللي بتشغل بال أهالي كتيرة جدا. هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتور يحيى فؤاد، استشاري تربوي ونفسي. أهلا بحضرتك يا فندم. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. في البدايه، هل صح ان احنا نخلي الطفل يشترك في اكتر من تدريب خلال فتره الدراسه ولا لا؟ طيب، هو الفكره بس ان احنا المجتمع اللي احنا عشنا فيه هو دايما محسسنا ان انا ابني لازم ممكن يمارس 3 4 5 6 رياضات عشان ابني يبقى كويس. والحقيقه دي من ضمن الحاجات اللي عامله لنا مشاكل كبيره جدا، وهي ان انا برهق ابني. انا ما بقتش فاهم هو الولد بيتلخبط مننا. يعني اللي بيحصل ايه؟ ان احنا هنا قدامنا طفل صغير ومش فاهم حاجه، وهو ببتدي الومه على السباحه وابتدي الومه على الطايره، وهو بيطلع من تمرين بيخش من تمرين وبيطلع من تمرين ثالث بيروح التمرين الرابع وبيتحاسب من المدرب ده وبيفهم المدرب ده. لخبطه كبيره جدا جدا وارهاق جسدي وذهني وبدني على طفل من اول 6 سنين احنا عاملين بنرهق في ابننا. دكتور، ايه هو الصح ان ابني يكون بيتمرن مثلا تمرين، او بنتي طبعا يكون بيتمرن تمرين مثلا في النادي يومين او 3 في الاسبوع مع المدرسه وده كافي جدا، ولا ان هو يكون مثلا بيتمرن التمرين فيزيكال بره المدرسه ومثلا بيعمل حاجه تانية ليها علاقه بالارت، مزيكا، قران، رسم؟ طيب، مع المدرسه ايه الصح؟ طيب، خلينا نفرق بين ابني بيحب ايه وانا عايز ايه. بالظبط، حلو كده. طيب، او مهارات ابني ايه، وده الاب والام الاذكياء، الاب والام اللي عندهم وعي، اللي بيفكروا صح. ايه اللي النهارده ابني محتاجه، او ايه اللي ابني النهارده عايز يعمله، وايه اللي يناسبه؟ اللي يناسبه النهارده بمعنى ايه؟ انا النهارده ابني جسمه ولياقته تسمح ان هو يلعب كوره؟ ممكن لا. ابني النهارده ممكن يكون بيحب السباحه وجسمه ومؤهلاته تعمل ده؟ ينفع. وهنا الفكره ان ابني اعرف هو مهاراته ايه. عشان ما بصي، احنا بنقع في غلطه ان احنا بنحط للولاد اكسبكتيشن وتوقعات في اماكن وبنلومه عليها. على فكره، هو ممكن ما يكونش بيحبها ومش مؤهل عليها، يعني جسديا مش مؤهل، بدنيا مش مؤهل ان هو يكون بطل سباحه. وبعض الومه انت ليه ما بتعملش كده، وبعض قارنه مع اصحابك في المدرسه خلينا عندنا بس يا جماعه، حضرتك واحنا كبار كده، في حاجات تناسبك وفي حاجات ما تناسبكيش. طبعا نفس الكلام اطفالنا، بس هو الفكره انا النهارده اقدر اقول ده يناسبني وما يناسبنيش. ولادنا ما بيعرفوش يقولوا كده، لان اللي جاي لهم من بابا وماما. اللي جاي من بابا وماما اعمل كذا وبيلومني وبيحاسبني، فالعيل بيطلع كاره المذاكره وكاره الرياضه وكاره كل حاجه بقى في الدنيا. فالسؤال بتاعك هرجع له، احنا النهارده محتاجين نكتشف ولادنا. واحد بيحب ايه، فعشان نكتشف لازم يجرب. بالظبط، شهرين رياضه، سوري سباحه، شهر كوره، شهرين كوره، وابتدي امشيه على الالعاب اللي ممكن الاقي فيها نفسه لحد ما هو يحس انا في الحته دي كويس. انت تشوفي ابنك مبسوط في الحته دي، مظبوط، مرتاح في الحته دي، مش غصب. لان انا بشوف تمرين عيال بتروح الساعه 5 الفجر غصب في عز التلج، هو يعني مغصوب على امره ان هو النهارده يروح
يجري على التمرين، ويجري على التمرين الساعة 5 الصبح في عز التلج في عز المذاكرة. فاهم قصدي؟ فاهمة حضرتك. طب يعني حضرتك ممكن يا دكتور تقول لنا ايه هو الافرج مثلا مظبوط للاطفال من سن مثلا 6 سنين لحد 10 سنين؟ التمرين المفروض يكون مدته قد ايه وكم مره في الاسبوع طبعا في وجود المدرسه؟ هل ممكن يعمل حاجه جنبيه ولا لا ليها علاقه مثلا بمزيكا او بحاجه ليها علاقه بالارت او حاجه ليها علاقه زي ما قلت لحضرتك قبل كده مثلا تحفيظ قران، حاجه تانية هو حاببها يعني؟ هل ده كل ده كتير ولا ده عادي؟ انا ده اللي عايزه افهمه من حضرتك. حلو جدا. احنا نيتنا نعمل ايه؟ واحده واحده كده. احنا بنعمل الكلام ده نيتنا ايه؟ نعمل ايه بالنسبه نخلي لمثلا اتفضل حضرتك للطفل مثلا، معاكي طفل دلوقتي، انت عندك طفل عنده 6 7 سنين، انت عايزه تعملي معاه ده ليه؟ انا عايزه مثلا اخلي ابني يلعب رياضه عشان يكبر على ان هو واحد يكون ده اللايف ستايل بتاعه، اتنين تبعده عن اي حاجه مش كويسه في المستقبل، تلاته ان هو يكون بيعمل حاجه مفيده لجسمه. طيب كل المفاهيم دي مغلوطه. اوكي. يعني ان انا اخلي ابني يحب الرياضه دلوقتي عشان بعد كده يبقى اللايف بتاعه ستايل. كلنا لعبنا رياضه واحنا صغيرين، وللاسف بعد سن معين ما بقيناش نلعب رياضه. صح ولا انا؟ يعني اخترنا مش كل اللايف الناس ستايل بتاعنا، يعني اخترنا اللايف ستايل بتاعنا، وانا عندي نماذج كتير جدا. اوكي. الفكره هنا لو انت عايزه ابنك يحترف حاجه معينه، يحترف حاجه معينه، هو دورك ان انت تكتشفي ابنك بيحب ايه، هو مستمتع في ايه، مستمتع في الحته دي انت شايفاه مبسوط. طيب دخلنا الارت، ما انت ممكن يكون عندك بيكاسو وانت مش واخده بالك، انت ممكن يكون عندك واحد مهاراته رائعه في كره القدم وانت مش واخده بالك، انت عايزه تمرنيه سباحه لان مثلا مدرب السباحه كويس. على فكره احنا دوري ان انا اخلي ابني يجرب، وبعد ما ابني يجرب ابتدي اتناقش معاه ايه اللي انت بتحبه، ايه اللي انت اضيف حاجه مثلا، ضفت الارت خليته النهارده ياخد مسؤوليه حاجه بعديها. لكن العيال النهارده انا بشوفهم تمرين النادي مع مذاكره مع الدروس مع تمرين تحفيظ المدرسه القران كمان يا دكتور، مع تمرين المدرسه مع الارت، وبحاسبه على كل دول. خدي بالك بقى، ولو وقع في حته تتصل بيا او تجي لي المركز تقول لي ابني فاشل. يعني ايه بيعمل ايه؟ اصل سباحه كويس بس هو في الرياضه فاشل، سوري في القدم فاشل. وتكون ممرمط ابني ما بيذاكرش. هو عنده وقت منين؟ بلاش تتعاملي مع ابنك ان هو مكنه. صح. بلاش تتعاملي مع ابنك ان هو اله. انا تعالى بص 1 2 3، هي مش كده. الحياه مش كده. ولما يكبر خدي بالك بقى، لما يكبر هيتصدم بالواقع اللي هو انت المفروض تشتغل والمفروض تكون نفسك، ولو المفروض انت بنت المفروض تبقي شايله مسؤوليه بيتك وتبقي شايله وكذا 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 وكذا. فحاولي النهارده الذكاء، احاول اتعامل مع ابني ان هو حاجه انا بساعده ان هو يوصل لاهدافه، يوصل للي بيحبه. يعني مثلا هديك مثال، في ام تيجي تقول لي مثلا انا ابني طول الوقت قاعد على الكمبيوتر. على فكره ما هو ممكن يكون النهارده ابنك لو نميت المهارات دي اللي عنده في بدل ما يروح في الجيمز، هو ممكن يبقى حاجه النهارده خاصه بالذكاء الاصطناعي، حاجه خاصه بالمستقبل، ممكن يبقى حاجه يدرسها يبقى بيرفكت فيها، بروجرامر. فاهم قصدي؟ مفهوم مفهوم يا دكتور. ايه اللي ابني اقدر اطلع احلى ما فيه واقدر اوظف ده يفيده في مستقبله؟ طب دكتور فكره المقارنه اللي كتير من الاهل بيعملوها، يعني زي مثلا شايف فلان ده شاطر ازاي، ابن خالتك او ابن عمتك خد المركز الاول وغيرها طبعا، هل دي ممكن تجيب نتيجه سلبيه مع الطفل؟ دي بصي حاجتين بنقع فيهم وبشوفها الفتره دي كترت قوي، الانتقاد والمقارنات. الانتقاد ايه؟ في اباء النهارده بتيجي تقول لي ايه هو اتربى على كده، ان دايما هو بينتقد، انت غلط، انت ما كانش ينفع تعمل كده، انت لازم كنت تعمل كده. فدايما هو مش شايف الا الجزء السلبي عنده فبينتقده. قال ايه من وجهه نظره ان انا لما انتقده هطلع احسن ما عنده. ده غلط، ده انت بتكسره. المقارنات، حضرتك ابنك ليه شخصيه، ليه كاركتر، ليه اختلاف، ده البصمه بتاعتنا مختلفه. مظبوط. طلعي من ابنك
او بنتك النتيجه بتاعته هو. خليه يشوف نفسه هو ما يشوفش احمد بنت عمته او ايمان بنت خالتي. هو مش ده ولا دي. مظبوط. ابنك نسخه ابنك نفسه بالزبط. ابنك كيان ربنا خلقه، طلعي احلى ما عنده، لان لو طلعتي احلى ما عنده هتكتشفي ان ابنك احسن واحد في الدنيا، مش عشان انتي امه، لا عشان هو طلعتي احسن ما فيه. طب انا هستغل وجودك يا دكتور لو حصل العكس، يعني لما الطفل بيجي يقول لمامته ده صاحبي بينام الساعه 9 وانت بتنيميه 8، نرد نقول ايه يا دكتور؟ طيب بصي، هي الفكره هنا ان اولادنا النهارده بيبقوا ايه عايزين، وهكلمك بصراحه شويه، عندهم من المهارات اللي يخلوكي عارفه ايه تنفذي اللي هم عايزينه. هم دماغهم برضو ذكيه يعني، طبعا. فبيحاولوا ايه، يحاولوا طول الوقت يكسبوا اللي هم عايزينه. انت ويبتز مامته عاطفيا. على فكره بقى، في نقطه مهمه قوي لازم تفهميها، الطريقه اللي انت بتعاملي ابنك بيها هيعاملك بيها. مظبوط. يعني لو انت بتعامليه بمقارنات، لما يجي يعاملك هيعاملك بمقارنات. بس يا دكتور مش شرط، يعني ساعات هم بيكتسبوا مهارات من صحابهم، بيلاقوها جربي كده، بتنفع فبيجي يجربها. جربي كده، لو انت النهارده ما جبتيش سيره مقارنات، صدقيني ابنك عمره ما هيتكلم في مقارنات، عمره ما هيتكلم في مقارنات. ولو حصل ماشي، هفترض ان بيحصل وحصل من صحابه، ما بيلاقيش معاها سكه زي ما بيقول، يعني مش هتاكل مع امه. ما يعني الام بتقفل الموضوع ده. بص حبيبي، احنا لينا بيتنا ولينا كياننا، انا بما ان انا ما بقارنكش بحد، فما تقارنش نفسك بحد تاني. هنا الام بذكاء منها طبعا رجعت ابنها للبيت، للكيان بتاعه، اسرته، للمجتمع اللي حواليه. انا ما بقارنش. ينفع بقى ايه هنا الغلطه بقى، السؤال الثالث، طب الام اللي بتفرق بين ولادها غصب عنها او بتقارن بينهم، الولد والبنت. يعني انا جاي لي شكوى امبارح ان شاب، انا ليه ما بتعاملش زي ما اخواتي بيتعاملوا البنات، وهم مسموح لهم وانا مش مسموح لي، او العكس. هنا بقى احنا محتاجين نكون ناس عندنا وعي وحكمه، نعرف نتعامل مع الاخوات ازاي. مظبوط. ودي مهمه جدا جدا، لان عشان يبقوا اخوات متحابين مع بعض بلاش مقارنات. صح. بلاش طول الوقت اشاور، بص اخوك نجح في ايه وانت ما نجحتش، اخوك جاب جون وانت ما جبتش. في امهات بتعمل كده على فكره. طبعا. دكتور يحيى فؤاد استشاري تربوي ونفسي، بشكر حضرتك جدا على المداخله. مرسي جدا، مرسي جدا زويك، مرسي جدا، شكرا لك.